تستضيف الصين ممثلين لأكثر من 100 دولة لحضور المنتدى الثالث لمبادرتها الحزام والطريق، الذي يتوقع أن يطغى عليه التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبدأ الزعماء والمدعوون بالوصول إلى العاصمة الصينية لحضور المنتدى واحتفال رسمي لمرور 10 أعوام على المبادرة الاستثمارية الضخمة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتهدف لتعزيز النفوذ الدولي لبلاده. ويتوقع أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز الحاضرين في أول زيارة خارجية له إلى قوى كبرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.